الصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي في أنحاء العالم، المسلمين وغير المسلمين، مسيحي يهودي حزبي، يا أيها العالم ساعدوني حتى نفتح مستشفيات في أنحاء العالم، في أنحاء العالم نساعد فقراء والمساكين واليتامى في سبيل الله. أني رب العالمين أعطاني هذا البركة، هذا مو علمي، هذا بركة من الله. ساعدوني أستاذ علي، هذا بارك الله فيك. يا أيها العالم، يا أيها العلماء، يا أيها العالم ساعدوني حتى نفتح مستشفيات في أنحاء العالم، ننقذ الأمراض السرطانية والآيدز والإتش أي في والفيروس. رجاء ساعدوني يا أيها العالم، رب العالمين أعطاني نعمة، أني أقدر بإذن الله أعالج كل مريض في سبيل الله بدون مقابل. يا أخواني يا أخواتي، ألي ساعدوني حتى ننقذ العالم بدون مقابل في سبيل الله، عمل إنساني حتى ننقذ العالم هذا الشريفين كلهم واقفين. يا أيها الناس، أي خلشي جيان يا أرمتين بدن بوين خوش خانمكم، بس لك وازد السياسة بينهم وازد الشي تربينهم وي إما خزمتي مروفة هذه بكين بيش بمري علازي هم نخوش يكام بكين لفينا يا إخوان مرض ثاني وكرها. يا أيها العالم، ارجعوا إلى القرآن والسنة، تعال ساعدونني حتى نفتح مستشفيات في بغداد، في السعوديه، في امريكا، في بغداد، في انحاء العالم، حتى نعالج، لان هذا الطب النبوي من الادم الى الخاتم موجود، ولكن مع الاسف ما يتم بهذا العلم، لان الاغنياء والتجار يجيبون هذا المواد الكيميائيه للناس، يبيعون بسعر غالي، ما يخلوني نهتم بالبشريه حتى نساعد العالم. مرة ثالثة أكررها، يا أيها العالم ساعدوني حتى نفتح مستشفيات في أنحاء العالم، وأعلم الناس الكردي العربي المسيحي اليزيدي اليهودي، وأعلم هذا العالم بس بشرط يمشون على القرآن والسنة في سبيل الله، وأعلم الناس خلي يستعدون حتى نعلم الأخوات وأمهات حتى يتعلمون هذا العلم قبل أموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس من نفع الناس، خير الناس أنفعهم للناس. في الإسلام ماكو سر المهنة، حتى ننقذ العالم، حتى نفتح مستشفيات في أنحاء العالم، حتى ننقذ البشرية. 50 مليون نفر مصاب بالمرض الآيدز، و 200 مليون نفر مصاب بالمرض السرطاني، مئات الآلاف يموتون، والله أنتم ما تعرفون، ومئات الآلاف ينتحرون في أنحاء العالم، يوم جن ما يعرفون، لأن جن من الفحوصات ما يطلع يسمونه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجن مثل الريح، والعين مثل الريح، والسحر مثل الريح. الريح بالفحوصات إخواني أخواتي ما يطلعون، ما يعرفون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله تعالى. إذا أشتغل لله إن شاء الله أنصر، وإذا أشتغل في سبيل المادة وفي سبيل الشهرة إن شاء الله رب العالمين يدمرني، وإذا أشتغل في سبيل الله وفي سبيل الإنسانية حتى ننقذ العالم، ربي ينصرني وينصر الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمين، بارك الله.